أهلا بكم مشاهدينا الكرام. واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بشكل جماعي في منتصف رابع جلسات الأسبوع وسط حركة شرائية للمستثمرين العرب والأجانب واتجاه بيعي مسيطر على تعاملات المصريين. وزاد مؤشر إي جي إكس 30 الرئيسي من مكاسبه ليسجل 54% بعد أول 90 دقيقة من التعاملات. كما ارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4%. وربح مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 0.6%. وللمزيد من المتابعة بينضم إلينا دائما ومباشرة من مقر البورصة مراسل أون لايف مينا بشرى. أهلا بك مينا. يبدو أننا لازلنا في المنطقة الخضراء ولكن ربما بمعدلات أقل من البارحة. ماذا لديك؟ مساء الخير ولاء. خلال النصف الأول من تعاملات اليوم كان هناك صعودا جماعيا لمؤشرات البورصة المصرية، ولكن خلال منتصف تعاملات اليوم تحول المؤشر السبعيني وصحبه أيضا المؤشر الأوسع نطاقا إلى المنطقة الحمراء ليسيطر التباين على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم. ولكن المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 مستمر في رحلة الصعود ليسجل نحو 51% صعودا خلال منتصف تعاملات اليوم، وليصل الى مستوى 13062 نقطة خلال منتصف تعاملات اليوم، وذلك بدعم من القوى الشرائية من قبل المستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات ايضا. في مقابل ذلك، نتيجة لتحول عمليات صغار المتعاملين من العمليات الشرائية صباحا إلى عمليات جني الأرباح خلال منتصف تعاملات اليوم، تحول المؤشر السبعيني من الصعود صباحا إلى التراجع خلال النصف الثاني من التعاملات ليتراجع بمقدار 28%، ومسجلا 597 نقطة. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 تراجع ايضا بمقدار 21%، ليصل الى مستوى 1369 نقطة. ومن هذا الأداء المتباين لمؤشرات البورصة الى مستوى السيولة، فقد وصلت خلال منتصف تعاملات اليوم الى مستوى 420 مليونا و 197 الف جنيه، وذلك من خلال التعامل على 79 مليونا و 839 الف سهما. نعم. وباجمالي عدد عمليات تم تنفيذها حتى هذه اللحظه بما يتجاوز ال 14000 عمليه. نعم، حتى هذه اللحظه ارتفاع للثلاثيني وهبوط للمؤشرين الاخرين. شكرا لك مينا بشرى على اية حال من مقر البورصه المصريه.